وهناك من السياسيين وبعض الإعلاميين من وجهوا الرأي العام على أن هذا المجلس مستكرش كالجراد يمص دماء الشعب، وهذا باطل. نحن سكتنا عن الباطل الذي أتى به بعض الأفاكين الكذابين لا لشيء إلا لمصلحة بلادنا. أما وقد طفح الكيل وجاءتنا مراسلة من السيد رئيس المجلس بأن نترك النزل، وذلك كان قبل 16 شهرا من الآن، على أن يبقى الجزر الكبير، لأن في الحقيقة في النزل كانوا يصرفون علينا من ميزانية المجلس 3 ملايين إلى حد 4 ملايين كل نائب كل شهر. أنا شخصيا طالبت عندها بكل بساطة بأن يعطونا منحة للسكن تقدر بأقل من ثلث هذا المبلغ لنسكن خارج النزل، ويبقى البقية الباقية تبقى في الخزينة. لكن للأسف وجه البعض الرأي العام نحو مجرى آخر واتجاه آخر. هذا بعض الكلمات أسوقها للمثقفين، وتو نرجع للغتي الحقيقية. سيد الرئيس أنا حلفت بمين راهو الأسبوع اللي فات واللي قبله أن لن يصير شيء في هذا المجلس، ولا هناك لا خريطة كياسات ولا جحيش ولا بلوط. احنا نحب أول شيء تحقيق في هذا المجلس على السرقة التي اتهم بها الشرفاء. هذا المجلس أنا عندي كله من الشرفاء، أنا أناطحهم سياسيا، لكن لن أستبيعها أعراض الناس بالباطل لأنه إفك وعدوان. هناك من في هذا المجلس باع ما يملك لكي يستمر في العمل داخل المجلص، وفي النهاية يخرج سارق لص منعود بالسرقة. وهناك سيد الرئيس ثم في المجلس هنا ذريه غابوا على الدراسة، لأن ثم اللي قال للناس أخرى أطفال صغار قالوا لهم بوكم سارق، فهمت ونعرفهم بالواحد. لذا سيد الرئيس نحن مشينا في الاتفاق والوفاق للمصلحة العليا للبلاد، لكن أن تستباح أعراضنا أمام المرأة الجميع لن أسمح وبعض زملائي هنا بذلك أبدا. لذا أطلب منكم بكل لطف أن ترفع هذه الجلسة حتى تعطوا حق المنعوتين بالسرقة، لأن عيب اللي صار. والله لن يحصل شيء في هذا المجلس إلا على جثتي هناك. لن أسمح بأن يجرى لا وفاق ولا اتفاق ولا خارطة ولا دستور. نعم أنا أتكلم باسم الأغلبية الغالبة في هذا المجلس، فهمت؟ وقولوا علي خلي الصحافة تكتب، ما يسالش خلي يخدموا حتى هم معطلين، خلي يسبوا القصاص كما يحبوا. لن أسكت على حقي لو طارت رقبتي على السيد رئيس المجلس. عنده منشور الآن، علي أن يؤشر علي ليعطينا حقنا، ما عدا ذلك أنتم تحلمون. والسلام سيدي على إعطائي هذه الفرصة. والآن بكل لطف ارفع هذه الجلسة لأن لن يقع هناك جلسة. يا سي قصاص، يا سي قصاص، نعم تو كلامك مفهوم، أما فاش قام نرفعه في الجلسة؟ أنا تو الجلسة كيفاش؟ يا ولدي أقسمت بالله أطعم 3 مساكين ما يسالش. يا سي قصاص، يا سي قصاص، يا سي قصاص، أنت أقسمت بالله، اسمعني كيفاش يا إبراهيم؟ يا ولدي كل منك العقل. حشاك حشاك يا ولدي. اسمعني يا ابراهيم، يا ابراهيم اسمعني يا قصاص، يا قصاص اسمعني قبل لا يرضى على هاته الوجوه، لن يحصل شيء يا قصاص، يا قصاص اسمعني، اسمعني كلمك باي، اسمعني اي اسمعني، ما تسمعنيش اسمعني يا قصاص اسمعني، انت حلفت اسمعني، أطعم 3 مساكين
والله غفور رحيم. وخلينا نواصل الجلسة. ماكش تغلى عليه، هو قال لك عنده أزمة بتاع فلوس. سي عدبي ارفع الجلسة، سي عدبي سي دايس ارفع الجلسة، ارفع الجلسة، ما نجموش باهي. اسمعني اسمعني يا سي قصاص، اسمعني، انت حلفت، فهمت؟ انا نسمح لنفسي وربما زملائك مش يعاتبوني على هذا، نرفع الجلسة لخمسة دقائق ونرى خمسة دقائق بالضبط، انا ما نخرجوش، ها خمسة دقائق زملائي، سارفع الجلسة لخمسة دقائق فحسب.